مريم يوسي تكشف موعد العرس، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع أخ لانا ولينا محمد اللي نشر ستوري كشف من خلاله أنه هو قرر يبيع سيارته. نمر أيضا إلى والد البيوتي اللي أعلن عن سفره إلى دبي في العيد، وانقسمت آراء الجمهور. البعض بيتوقع أنه سبب سفر والد البيوتي إلى دبي هو عرس شيرو شهد أو نارين ورامي، وكمان في مين اللي راح تفكيره لبعيد وتوقع انه ولد البيوتي جاي لخطوبة أسامة وشيرين، وهي بتضل بس توقعات. ايضا نارين بيوتي ظهرت مؤخرا في بودكاست اعلنت من خلاله انه عرسها راح يكون بالصيف. اوكي، لقيت موبايلي بهالحالة. موبايل هذا انا كثير بعز عليه لانه محمود هو جاب لي هدية، فانا لقيته بهالحالة يمكن من ترند العين. هلا هو كان شغال بس فجأة ما بقى هيك طفل. بيسو اعتبريه عامل عندك، اوكي؟ ما تخافي بنوم. عادي حبيبتي.